بيسعدنا وبيشرفنا نرحب بالدكتور عبد الرحمن محمد طبيب العيون. يسعد لي صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك، نورتنا براديو الغد. نور نورك يا طيب. اهلا وسهلا فيك دكتور. تخبرنا لو سمحت دكتور، نحن طبعا هلا حاليا بفصل الصيف، وفصل الصيف مثل ما معروف دائما يحمل معه الجفاف، الغبار، يمكن الحرارة، وبيكون في مجموعة من الأمراض والمشاكل للعيون. هذا الفصل دكتور عبد الرحمن، يعني ماذا يحمل من أمراض إلى العيون نحن لا نعلمها؟ نعم، نتكلم احنا عن فصل الصيف موضوعين. أول شيء التعرض المباشر لأشعة الشمس، الموضوع الثاني هو الغبار المصاحب تحسن جونا والتصحر، وما عندناها تشجير. نعم. الغبار المصاحب والرياح والتقلبات الجوية موجودة. نعم. أشعة الشمس ممكن تأثر بشكل مباشر، خاصة التعرض لها بصورة مباشرة، تأثر من بداية العين، يعني من تأثر عنها من الأجفان، ممكن لا سمح الله تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث سرطان الجفن اللي هو بالجلد. نعم. نعم. بعدين ممكن نفسه إذا ندخل داخل العين عند التعرض المباشر دكتور، عند التعرض المباشر. نعم. تمام. مباشر ساعات طويلة، مثلا العمال، الناس تمام اللي تعمل، أهل البسطيات اللي بالشوارع، نعم نعم عمال البناء. فيعني دائما ينصح بارتداء النظارة الشمسية، ينصح بارتداء يعني احنا نسميها الطاقية أو نعم الكفة نعم نعم أو القبعة الكبيرة، نعم ابتعاد عن الشمس مباشرة. مثلا الجيش والشرطة اللي عندهم واجبات بالشارع، دائما ننصحهم انه دائما يعني مكان في مثلا مظل، ابتعاد عن الشمس. نعم بعدين الشمس نفسها ممكن داخل العين تسوي لنا جفاف، واحنا اصلا جونا حار، الجفاف يؤدي الى تحسس بالعين اللي تؤدي الى يعني شعور جسم غريب. نفس الشمس كذلك تؤدي الى حدوث ان يعني في المرض نسميه الظفره، اللي هو عباره عن غشاء، نمو غشاء يعني حول العين على قرنية العين، ممكن يؤدي إلى احمرار وذهابات متكررة، مع ممكن يؤدي إلى شوية ضعف الرؤية. هذه كلها ممكن تأثر. حتى ممكن الشمس في بعض الدراسات تقول إنها تؤدي زيادة نسبة حدوث الماء الأبيض، اللي الناس يسموه هو الساد يعني باللغة الفصحى، أو الماء الأبيض العامية. نعم. ممكن حتى بالتأثير يعني المباشر والساعات الطويلة تؤدي إلى يعني حدوث يعني خلل وضرر بالشبكية، ممكن يكون طيب ممكن دائم، يسمونه سولار ريتينوباثي. طيب دكتور نعم. خليني عفوا اسف قطعتك، ولكن خليني اسالك، هناك دائما يقال انه في فصل الصيف يجب مثل ما تفضلت وذكرت حضرتك على موضوع النظارات الشمسيه، وموضوع بيقولوا كمان انه لازم ياخذوا قطرات مرطبه نعم. للعين، صحيح؟ هو صحيح جدا. نعم. هو اول شيء الاجتناب المباشر، يعني التعرض المباشر للشمس، نظارات شمسيه نوعيه جيده، ارتداء القبعة، تعويض هذا الجفاف اللي يصير بالعين عن طريق قطرات خاصة مرطبة نعم للعين، نعم ويعني هي قطرات أمينة موجودة في جميع الصيدليات، وممكن تصرف، يسموها أوفر ذا كاونتر، نعم تصرف عن طريق يعني باليد، يعني تباع باليد. نعم. وإذا لا سمح الله شاف إنه صار عنده احتقان أو هذا، يرجى مراجعة مثلا الطبيب الخاص أو الاستشاريات، عدم ترك هذه الحالات يعني. طيب دكتور، يعني الكثير منا يعني في العمل، انت بتعرف طبعا بمجتمعنا وبالشرق الاوسط اجمالا، وهناك دائما هذه يكون هناك التقاليد والعادات يعني التي تصاحبها احيانا بعض السخريات، يقال انه يعني معقول انت لابس عم تشتغل ولابس نظارة شمسية، يعني معقول انك انت يعني في عنا كثير هذه الامور. احنا لازم تكون ثقافة، نعم، لبس النظارة، ارتداء النظارة، نعم، ثقافة، نعم، يعني ثقافة مجتمعية تعمم على الجميع، تعمم على الأستاذ، تعمم على العامل، تعمم على الشخص البسيط. احنا هاي الثقافة هي حماية عينك أهم من آراء الناس، أهم من كلام الناس. الكلام الناس ما يخلص، وأكثر كلام الناس هو انتقاد على لا شيء. نعم. فأنت المهم بالصحة العينية، المهم إنه عينك تكون يعني نظر، يعني هاي هي اللي يعني تمشي، يعني أهم شيء موجود في الحياة. نعم. فيعني هذا ممكن نحن نتفادى، نقول والله انا عندي مرض حساسيه، ونصح بها اطباء، واذا تحب تتاكد افتح اي يوتيوب، افتح اي مكان، ازور اي طبيب، حصل نفس الكلام. فهي مساله الثقافه، لازم نعممها كثقافه، اعتداء النظاره تكون ثقافه مجتمعيه. تمام دكتور. يعني اذا بدنا ننصح يعني الجميع، بما انه يعني في ممكن يتوفر بعض المياه يعني لغسل الوجه احيانا، و غسل الماء، غسل العين بالماء البارد مهم جدا بالصيف. نعم. واحنا جونا عاده كله صيف. تمام. يعني نعم. يعني الا ما ادري شويه شتاء، فغسل الماء دائما الماء البارد، خاصه حتى خلص من الاتربه، خلص من الاجسام الغريبه، يعني ضرورة حرارة العين مهمة جدا، ورطب العين. نعم. أحيانا دكتور يعني في أشخاص بيضطروا يلبسوا عدسات.
بالعين. والله هذا أتفق الموضوع يؤثر يعني. جدا، يؤثر جدا. العدسات بحد ذاتها إذا كان استخدامها لفترة قصيرة كالتجميلية أو كالطبية فترات طويلة، بحد ذات العدسات تعمل جفاف وتعمل احنا نسميها هايبوكسيا بالقرنية، اللي نعم هي يعني نقص الأكسجين بالقرنية. نعم فيجب يعني عليه زيارة طبيب بصورة مستمرة نعم أو يعني منظمة، وأن يرتدي عدسات عند الحاجة فقط. نعم يعني احنا ننصح بالطبية فقط، العدسات التجميلية لا ننصح بها أبدا لأن مشاكلها أكثر. نعم هل نعم القبعة دكتور تحمي العين أو لا؟ والله إن شاء الله إذا كانت يعني فد بها فد فساتر يعني عالي يمكن تحمي العين. نعم نعم ممكن يعني، نعم يعني نعم إيه كل أصدقائنا العمال إن كان أو يمكن كلهم. نعم بيشتغل بالجيش أو بالشرطة أو كلهم ننصح، نعم نعم ننصح بارتداء قبعة تنصحهم كبيرة. نعم بارتداء أو أولا نظارة شمسية، ثانيا نظارة ترطيب شمسية، العين بشكل ترطيب يومي العين، من يوم غسل من مرتين العين إلى بالماء ثلاث البارد. مرات. نعم تمام نعم غسل العين بالماء البارد وارتداء يعني ارتداء النظارات الشمسية. عظيم دكتور. في اي ملاحظات للاشخاص اللي بيكونوا داخل المنزل؟ يعني احيانا التكييف التبريد بيكون يعني ممكن يعمل جفاف نعم بالبشرة، ممكن نعم يعمل ممكن جفاف ممكن للعين. ممكن نعم ممكن يعني نعم التعرض للهواء المباشر ممكن يؤدي إلى سرعة جفاف العين، دموع العين. يعني كمان فقدر لازم الإمكان يكون في إيه مرطب. نعم قدر الإمكان يعني عدم الجلوس أمام مثلا المبردات أو التكييف بصورة مباشرة. وإذا لا سامح الله مثلا احنا شوية في كورونا وبها أو يعني فد يعني فد موجها، نعم إذا شاهد أحد أفراد العائلة احمرار بالعين زين ممكن يعني أول أعراض كورونا تكون التهاب منظمة العين، التهاب العين. فيعني عدا يعني رجاء هو قدر الإمكان عدم الاختلاط مع العائلة وعدم فرق العين مع العين الثانية، ومراجعة أقرب يعني مركز صحي أو طبيب أو نعم استشارية طبية لفحص المريض. نعم 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 دكتور، يعني بالنسبة للنظارات الشمسية ذات الجودة الضعيفة، هل تؤثر سلبا على العين؟ نعم تؤثر سلبا. النظارات الشمسية هاي يعني الرديئة النوعية نعم راح تكون يعني كمعتمة للعين فقط، لا تمنع الأشعة الضارة من العين، ما بها فلتر خلينا نقول تمام. يعني، فراح يكون توسع بالعين فراح تدخل كميات أكبر من الأشعة المضارة للعين. ممتاز تمام. موجود سؤال أخير دكتور عبد الرحمن لو تفضل. سمحت نعم لنا، بالنسبة للأطفال الموجودين، أنت بتعرف يعني هلأ الأطفال ما بيطلعوا برات البيت هلأ حاليا، موجودين دائما داخل المنزل ودائما نعم بتعرف يعني على يعني التابات على الموبايلات على اللابتوب إلى آخره. هذا شيء ممكن يؤثر عليهم في فصل الصيف بشكل كبير بسبب وجود أيضا التبريد والمبردات والتكييف. الاستخدام الالكترونيك بشكل عام كله يؤدي الى جفاف العين. نعم نعم وبالاطفال يعني هناك بحوث يعني حديثه يعني تشير الى نسبه حدوث قصر البصر، نعم يعني احنا الاطفال يستخدمون التابات لساعات طويله نعم او العديد من يعني التاثيرات الجانبيه للتاب، فينصح عدم يعني اعطاء التاب اكثر من نص ساعه الى ساعه يعني. يعني اذا بدك مين نصحت يسمع يا دكتور؟ بدك مين يسمع؟ والله هي بدك هاي مين المشكلة، يسمع؟ هي المشكلة التطبيق صعب الأولاد ما بتقدر تقول لهم لا الأيام ما هيك؟ يعني ما تقدر، بس الواحد يعني الألعاب اللي هي بحركة مثلا إذا بيت واسع أو حديقة أو شيء مثلا باسكل أو شيء نعم فيها نعم حركة أفضل، نمو نعم أفضل للطفل. نعم نعم الدكتور عبد الرحمن محمد طبيب العيون، بدي أشكرك من كل قلبي دكتور، وشكرا من كل قلبي أكيد لهذه المعلومات المهمة جدا، وشكرا لهذه الدقائق اللي منحتنا إياها. تحية من راديو الغد لحضرتك.